شو صار لليام؟ يا حرام، يي شكلهم أكلوا برد لأنه أكلوا آيس كريم. يا الله شو رح نعمل؟ بردانة. أطيب شاي للغرفة الحارة. يا سلام أطيب شاي. شو صار؟ الغرفة الحارة شو رح تعملي هلأ؟ شو صار؟ احترقت إيد الغرفة الحارة. يا غرفة باردة جيبوا لها تلج. ما عم تطلع؟ يلا ارجع اسكبي عليها مي سخنة بتطلع. شو صاير؟ شوفي ماما انا كثير بردانه. شوفي هيفي احكي لي. ماما كثير شوب كثير برد. وانت ليليان كثير شوب كثير شوب. هاتوا 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 هات الجهاز. انا عندي حل. ايفي هيلين لا 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 خلص طلعوا عليك. شو رايكم اعمل لكم غرفه بارده ضد الغرفه الحاره؟ كثير برد. البنات كثير انبسطوا. طيب يلا خلينا نجهز الغرف. اركضوا. البنات رح يعملوا أحلى غرف. غرفة باللون الأزرق اللي هو لون التلج والبرد، وغرفة باللون الأحمر مثل لون النار. خلينا نبلش ونشوف غرفة مين حتكون أجمل. أنا بقول غرفة هيلين أحلى. لا غرفتي أحلى. شو هيلين غرفة مين أحلى؟ أنا غرفتي أحلى. خلونا هلأ نشوف ونقرر. تمام؟ رح نجهز هلأ الغرف. شو صاير هون هيلين؟ اوه هيفي هون لزقت هذا القسم. هيلين بسرعة شوي. هيلين رح تخلص. ايه بسرعة بسرعة شدي ايدك شوي. سبقتك يا هيفي. اوه هيلين سبقت هيفي. بس انا احلى. يلا مين احلى رح نشوف بس تخلصوا. شوفوا هيلين فعلا يعني سبقتها لهيفي. اوه والحيطان خلصت. وهلأ شو رح تحطوا؟ ستيكر نار. هيلين رح تحط ستيكر نار. وهيفي ستيكر تلج. واو كتير حلوين. لا انا احلى. اوه ليليان عم تحط ستيكر تلج. واو شوفوا التلج كتير حلو. واو هيلين رح تحط ستيكر نار للغرفة الحارة. شوفي شو صاير. اوه هيلين ليش سرقتي التلج؟ اجى بالخلط. ليليان ليليان عم تساعد هيفي بالغرفة الباردة. يلا هيلين بسرعة شوي. ماما شو هيلين شو صار معك؟ خلصتي الشرشف؟ واو حطوا كل الملصقات وجابوا التخت. وين هيفي؟ ما بعرف. ليليان وين هيفي؟ انت هون؟ طلعي طلعي. هيفي خدي. يلا حطون. يا حرام هيلين لحالة. لا معي سبرايز. ايه المفاجأة؟ واو ولات. لا 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 هيلي ولات من فريق لهيلين. غرفة جاهزة. غرفة جاهزة. واو هيلي وين الاغراض؟ شوف اغراضي ولات كمان. واو هيلين عندها فرن. هيفي وين البراد؟ رح تجيب. واو وصلنا وخلصنا. وهاي هي النتيجة النهائية من الغرفة الحارة. هيلين احكي لنا شو في عندك بالغرفة الحارة؟ عندي هاي هي غرفة هيفي والنتيجة النهائية. هيفي شو في عندك؟ عندي براد وعندي نور وعندي في كرسي اللي قاعدة عليه ليليان كمان. شو نسينا؟ أكلات. أوه خلينا نروح الماركت نجيب أكلات. وصلنا على الماركت بدنا ناخد أكلات. يلا يلا بسرعة اركضوا اركضوا. جينا على الماركت لناخد أكلات حارة وأكلات باردة. تمام آيس كريم. تمام هيفي بيتزا. واو واو هات كمان بيتزا بس جامدة. موضوع حار. واو
موضة الحار. شو هيلي؟ كاتشب حار. جونج حار؟ واو عصير بارد. واو شيبس حار. آيس كريم. شو رأيك أنت وليليانا تجربوا الغرفة الحارة؟ تعالوا جربوا. شوفي هيلين قومي جربي الغرفة تبعهم. شوفي برد كتير؟ طلعت شو عم تعملوا؟ واو هيلين عم تفطر شبس حار ولات عم ياكل كمان جونج حار. بس إلكو الشغلة أكلات الغرفة الباردة أطيب من أكلاتكم. هيلي وليليان وإنتو شو رح تفطروا؟ واو تفطروا بيض؟ طيب وين البيض؟ بالبراد. واو هيبي طلعت بيض من البراد. واو الغرفة الباردة عم تعمل بيض مقلي. واو وين بدك تحطي؟ براد. بيض وبالبراد؟ ايه تمام حطيه بالبراد. واو هيبي رح تحط البيض بالبراد؟ ايه مشان يستوي. تمام هيبي كأنه صار وقت كثير. افتحي شوفي صار البيض ولا لا. افتحي. اه نو ما صار مو؟ شوفي تعطيها للغرفة الحارة؟ ايه والله. هيلين قليلة البيضة لهيبي. لا 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 الغرفة باردة أحسن. يا هيلين حتى لو قالت لك الغرفة الباردة أحسن اعملي لها البيض. هيلين اعملي لي بيض. يلا هيلين اعملي لها البيض. تمام؟ اوه هيلين رح تعمل بيض معناها غرفة الحارة أحسن. شوفي البيض إذا صار ولا لا. فرجينا طلعي. واو صار البيض. أنا يسلموا الغرفة حارة. يا سلام الغرفة الحارة قالت بيض لليليان وهيفي. معناها الغرفة الحارة أحسن. لا مو أحسن. طب وأنا ما أكلت بيض. للبرد أحسن. إيه أحسن؟ ها أحسن. برد مو أحسن. هيك الغرفة الحارة شو رح تعملي هلا؟ شو صار؟ احترقت ايد الغرفة الحارة. يا غرفة باردة جيبوا لها تلج. يلا بسرعة طلعي تلج. يا خلي طلعوا تلج من البراد. حطيلها. اي ما قلنا لكم الغرفة الباردة احسن؟ شفتي البارد احسن. شو هيلين البارد احسن؟ حطي تلج حطي. يا حرام والله لو مو الغرفة الباردة كانت ضلت ايديها محروقة. ونحن احسن. رح نلعب. شو رح تلعبوا؟ باربي؟ اي كلها تلج. اي والله كلها تلج. شو رح نعمل؟ اوه كلها تلج والله. شو رح نعمل؟ الغرفة حارة. عن جد؟ ايه يا غرفة حارة اللعبة تبعهم تلج. شو رأيك تذوبي لهم اياها؟ عن جد؟ تك اوه والله الغرفة الحارة في لها فوائد كتير كبيرة. يلا هيبي شيليها خديها للغرفة الحارة. هلا الغرفة الحارة رح تدوب اللعبة تبعيت الغرفة الباردة. لا هي رح تحط. يلا اسكبي فوقها مي سخنة. اوه اللعبة عم تدوب. واو ما عم تطلع؟ يلا ارجعي اسكبي عليها مي سخنة بتطلع. حرفيا اللعبة تبعها متجمدة. هلا بتدوب لك اياها لا تخافي. شيلوا ايديكم بدي اسكب انا وساعد الغرفه الحاره. اوه شوفوا كيف عم تدوب. دابت اللعبه. شكرا غرفه حاره. عفواً. اي غرفه احسن؟ انا غرفه. لا انا. هلا من شوي دوبت لك اللعبه. الغرفه الحاره عامله شاي. شربينا شاي. مو طيب الشاي؟ الشاي مو طيب لأنه كتير حار وإنتي ما بتحبي الشي الحار مو هيبي؟ واو وهي الشاي للغرفة الحارة.
أطيب شاي للغرفة الحارة. يا سلام ما أطيب شاي. شو صار؟ احترق لسان الغرفة الحارة. رح تلج تلج. طلعي طلعي تلج. يا الغرفة الباردة قد ايه عم تساعد الغرفة الحارة. يا حرام احترق لسان الغرفة الحارة. لو مو من الغرفة الباردة كان ضل لسان الغرفة الحارة محروق. شفتي البارد أحسن يا هيلين؟ لا الحار أحسن. الحار أحسن؟ الغرفة الباردة صار مرتين عم تساعد الغرفة الحارة. ها وأنا ساعدنا. إيه وإنتي كمان ساعدتيها بس هي ساعدتك كمان. إنتوا الاثنين ساعدتوا بعض. أحسن شيء المتابعين هن يكتبوا لنا مين أحسن الغرفة الحارة ولا الغرفة الباردة. أنا كتير جوعانة. جوعانة؟ شو رح تاكلي؟ بيتزا. واو واو البيتزا بالفريزر. شو صار؟ بوز؟ يي بوز. يا الله شو بدنا نعمل هلا؟ هيلي غرفة حارة شو رأيك تعملي لها البيتزا تبعها؟ أنا كمان آكل. رح أسألها. يا غرفة باردة اسمعي، الغرفة الحارة عم تقول رح تعمل لك البيتزا بس بشرط هي كمان رح تاكل. تمام تمام. خدي يا غرفة حارة اعملي لها البيتزا. حطيها حطيها بالفرن. شو صار؟ برد مو؟ كتير برد. شوب. الغرفة الباردة ما فيها تضل بالغرفة الحارة عم تقول كتير شوب. شو ما صارت البيتزا لهلا؟ اوه صارت. افتحي افتحي افتحي. واو واو شوفوا شوفوا البيتزا يم يمي. باردة تعالي تعالي يا غرفة باردة. واو بيتزا صارت. صارت البيتزا لانه الغرفة الحارة هي اللي ساعدتك. واو الغرفة الحارة انت كتير منيحة. يس انا منيحة. شو هي في الغرفة الحارة منيحة؟ منيحة بس انا احسن. انت احسن؟ هلا الغرفة الحارة والغرفة الباردة عم يتشاركوا بأكل البيتزا. عبد الله روح عند الغرفة الباردة. قوم 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 يلا قوم. تمام تمام اوكي. يلا عمري اخبرني ولات انت هون تمام. او الغرفة الحارة لو مو موجودة كنتوا ما اكلتوا بيتزا صح هيبي؟ صح. عم تعملي يا غرفة حارة؟ واو عم تحط كريم واقي شمس. برافو برافو يا غرفة حارة. وشها محروق الغرفة الحارة. شو؟ وشك انحرق. يا يا غرفة حارة شوفي وشك كيف صاير كله أحمر. شو؟ يا ربي ليش هيك؟ يا غرفة حارة عندي حل. رح نحكي للغرفة الباردة تجيب لك بوز وتحطيه على وجهك. يلا حطي له بوز. شيلي شيلي البوز. جيبي لي اياه. يلا شيلي وحطي التلج على وجهها. يا عمري يا غرفة حارة هاتي حط لك اياه على وجهك. يا حرام شو محروق. صار احسن؟ واو يسلموا يا غرفة باردة. غرفة باردة احسن. ما بعرف شو رأيكم تكتبوا لنا بالتعليقات الغرفة الحارة ولا الغرفة الباردة. طبعا انا احسن. انا عالجتك. ايه الغرفة الباردة هي عالجت الغرفة الحارة على فكرة من شوي. صار وقت الايس كريم. ايه رح ياكلوا الايس كريم. واو يوم يومي غرفة الباردة رح تطعمينا ايس كريم. هذا تبع الغرفة الحارة. رح تطعمينا ايس كريم يا غرفة باردة. يا عمري انتي. واو طعميني ايس كريم. وانا بدي. واو يسلموا هيبي. واو يومي يومي. غرفة باردة احسن. طعموني. رح تاكلي ايس كريم وانتي بتحبي الاكلات الحارة. يوم يومي الايس كريم شو طيب. شو صار؟ شو صار يا غرفة باردة؟ شو صار لليان؟ يا حرام يي شكلهم أكلوا برد لأنه أكلوا آيس كريم.
يا الله شو رح نعمل؟ بردانة. هاتي هاتي الايس كريم هاتي. يا حرام بردت كتير، غرفة حارة، البنات مرضانين كتير. روحوا روحوا لعندها على الغرفة يا عمري، خليه تدفيكم. يا عمري يا غرفة حارة شو انك منيحة. هي يا عمري عم تهتم فيهم الغرفة الحارة. صرتوا احسن؟ صرتوا احسن بسببي. الحار احسن، بارد احسن. شو احسن؟ البارد احسن. ما بعرف، اكتبوا بالتعليقات البارد احسن ولا الحار. في هون يا غرفة باردة. شو هاد؟ يا الاواعي تبعك متجمدة. بدك تروحي على الحفلة؟ طيب الكنزة عندك بوز. تعي خدي خدي هذا الشاكوش وكسري البوز. تمام. شو هيبي؟ ما انكسر؟ ما عم يصير. ما عم يصير؟ هاتي هذا الشاكوش. شو رأيك نحكي للغرفة الحارة تساعدنا؟ يس! غرفة حارة غرفة حارة ساعديها، الفستان تبعها متجمد، رح تساعديها؟ اوكي. بس هي كمان كانت عم تساعدك. يلا حطي لها مي سخنه فوق الكنزه تبعها. واو شوفوا الفستان او الكنزه تبعها شلون متجمده. يا حرام حطيها حطيها. لا 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 تسكبوا عليها مي، حطيها هون اول شيء. لا 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 يا غرفه حاره هاتي هاتي، مو بهاي، عندك المي السخنه حطيها. شوفوا واو بلش يدوب. واو داب عليه التلج. واو شوفي كله مي. كله مي. يا شو نعمل غرفة حارة شو نعمل؟ شو الحل؟ واو غرفة حارة شو هاد؟ برافو. اوه برافو يا غرفة حارة، عن جد الغرفة الحارة كتير كتير منيحة. اوه عم تنشف للكنزة للغرفة الباردة، كتير حبيت. انا حبيت الغرفة الحارة كتير. ما حبيتيني؟ لا بحب الغرفة الباردة كمان. لا تعصبي والله بحبكم. واو غرفة حارة شو عم تعملي؟ صار وقت الاندومي. صار وقت الاندومي؟ واو الغرفة الحارة بدها تاكل اندومي. يومي يومي الاندومي كتير طيب. غرفة باردة بتحبي الاندومي؟ لا حار. حار؟ اوه برافو. اوه تمام، استني ثلاث دقات لحتى يصير الاندومي. خلص الاندومي؟ اوه هيلين بتقول النودل خلص. واو الريحة يوم يومي. اوه هاتي طعمينا هيلين، طعمينا هيلين. هي شو صار؟ غرفة باردة جيبي لها مي. مي مي جيبوا لها مي، طلعي مي. يلا يلا جيبي لها مي. يا عمري يا عمري يا غرفة حارة، شفتي الغرفة الباردة شفتي فوائدها؟ الغرفة الباردة أحسن من الغرفة الحارة. لا شو لا؟ من شوي احترقت أمك وعطتك البوزة، وهلا عطتك كمان مي مشان تشربي، وبتتذكري كمان شو عملت؟ وأنا ساعدتها. إي صحي والله أنت كمان ساعدتيها. بارد أحسن، الحار أحسن، بارد أحسن، بارد أحسن، أحسن، بارد. بس 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 أنت وياها حاج. خلاص انت وياها، خليه يكتبوا لنا بالتعليقات البارد ولا الحار احسن. بالتعليقات بالتعليقات. الغرفة الحارة والباردة جبت لهم هدايا مكياج. خدي يا غرفة حارة، لا تفتحي هلا، عطشمة. غرفة باردة هذا ال... يلا افتحوا. عطشمة. واو شوفي مكياج بلون التلج وعطر ازرق. يلا افتحي. واو اشياء باللون الاحمر. هلا رح نعمل مكياج نار. لا هيلين واو هيلين فرجينا مكياجك. واو
مكياج الغرفة الحارة. شوفوا شو حلو. حلو؟ كثير حلو. شلون؟ كثير حلو. واو بجنن. هيفي تعالي نعمل مكياج ثلج. تعالي. تمام رح اعمل لك تشك. اوه مكياج الثلج صار جاهز. فرجيني ليليان. ليليان وهيفي عملوا مكياج ثلج. مكياجي انا جلطسراي. مكياجي انا احلى. لا مكياجي احلى. ليليان هيفي شو صاير؟ كتير برد يا عمري. عم ينزل ثلج. مش ثلج يا عم ينزل ثلج. غرفتنا صارت بوز. يا ربي شو رح نعمل؟ ايه عمري كتير بردانين. ايه عمري يا الله شو بدنا نعمل؟ شوفوا الغرفة كلها ثلج حرفيا. عم ينزل ثلج. ثلج غرفة حارة. غرفة حارة. يا غرفة حارة ليليان وهيفي بدهم مساعدتك. غرفة حارة. غرفة حارة. غرفة حارة. قومي قومي قومي. هيفي وليليان عم ينزل عندهم ثلج. قومي يا حرام. عندي حل. شو الحل؟ السشوار. خدي السشوار. يا روحي روحي شغلي السشوار عليهم بلكي يدوب الثلج. يلا اركضي. اوه جابت السشوار مشان الثلج عندهم يدوب. يا عمري شوفوا الثلج بلش يدوب. يا سلام. هيلين يسلموا. شفتوا الغرفة الحارة وفيها إلها فوائد كبيرة. صاير هيلين؟ شو صاير؟ كتير شوب؟ يا شو بدنا نعمل؟ شوفوا الحرارة صايرة عندها 40 كرك درجة. هيلين يا حرام شو بدنا نعمل؟ غرفة باردة. غرفة باردة. يا غرفة باردة ساعديها لهيلين. كتير صاير عندها شوب والحرارة صارت 40. تمام عندي حل. شو الحل؟ مي؟ يا سلام. يلا يلا هيفي رشي عليها. هيفي عم ترشي عليها هوا بارد. اوه صارت بارد كتير. شو هيلين؟ بكفي؟ خلاص خلاص بس. صار برد؟ كتير حلو. شكرا هيفي. ما بعرف المتابعين خليهم يحكموا. المهم تعبنا كتير. شو رأيكم ننهي الفيديو؟ هيك كانت غرفتنا الحارة. واو. وهيك كانت غرفتنا الباردة. المهم هيلي شو شعورك انت بالغرفة الحارة؟ شوب هيبي شو شعورك وانت بالغرفة الباردة؟ كتير حلو. واو شو ليليان شو شعورك؟ واو ليليان كمان كتير حابة الغرفة الباردة. المهم اكتبوا لنا بالتعليقات اي غرفة انتو اكتر شي حبيتو. هيلين وهيلي خلينا نختم الفيديو. هيك بكون سلاحات فيديو. لا لا مو هيك هيلين ابدا مو هيك. المهم هيك بنكون وصلنا لن هيك بنكون وصلنا. اذا لهلا عم تتابعونا ما تنسوا تحطوا لايك. اذا لهلا عم تشوفونا لا ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. هلا باي باي. يلا انا رايحة. باي.